مساء الخير على كل مشاهدينا في برنامج أصل الحكاية. النهاردة حلقتنا شيقة وفي فئة كبيرة من الجمهور بيحبها. معنا النهاردة شمشون العرب، أستاذ حيدر أبو جديد، ابن الصعيد، واللي بيمتلك قدرات خارقة. طبعا حابة أنوه قبل بداية الحلقة أن أي حد بيتفرج على الحلقة ما يحاولش يقلدها سواء كبير أو صغير، لأن ممكن يتعرض للضرر. أهلا بك أستاذ حيدر. إزيك أستاذ؟ الحمد لله، كل سنة طيبة وأنت طيب. وصلت البرنامج وكلكم الصحة والجمال وقناة الصحة والجمال وطيبين بخير. منورنا، الله يكرمك. الله يسلمك. حابة أسأل حضرتك قبل ما نشوف أي حاجة، هو حضرتك الأصل منين في الصعيد؟ أنا مواليد جنة وخلاني من سوهاج، وبتبهى بالبلدين دول لان صعيدي من احسن ناس، من الصعيد الجواني اكيد طبعا. بس طب كنت عايزه اسال حضرتك، ايه هي يعني معنى كلمه خارق؟ برافو عليك بالسؤال ده. معنى كلمه خارق، احنا مش خارق خالص. احنا مش خوارق. ايوه، ومن ضمن انا ما فيهم. معنى كلمة خارق يا أستاذة بسمة يعني خارق للطبيعة، اللي يمشي على المية، يمشي على الهواء، لكن احنا قدرات فوق قدرات البشر، مش خارق. أي حد يقول خارق، لا، يعني قدرات غير طبيعية، قدرات غير قدرات البشر. لكن معنى كلمة خارق اللي هو خارق للطبيعة، حضرتك اللي بيمشي على الهواء، بيمشي على المية. أيوه. كده، لكن احنا قدرات فوق قدرات البشر. أيوة. نختلف يعني على البشر. تمام، قدرات من عند ربنا يعني. دي من عند ربنا سبحان الله وتعالى. واكتشفت من امتى بقى القدرات اللي عندك دي؟ والله انا اكتشفتها من عندي بتاع 16 سنة. انا اصلا طلبية. أيوة. هرم. ايوه، كنت ماشي في قاعة السيد درويش وجاي، كان عندي بتاع 16 سنة، فعندنا العربيات الفلوكس دي. فالعجلة نامت. فما كانش مع السواق كوريك. أيوة. فنزلوا الناس رفعوا بحجاره وبتاع ويسدوا، مفيش. فانا أيوة. كنت رفيع وصغير كده، فنزلت حطيت رجل على الرصيف ورحت رافع من الباب، والناس رفعت معايا، جيت اترفعت، الناس تقول الله اكبر الله اكبر، وانا مش عارف على ايه. روحت البيت بعديها بكام يوم، الابره دي بسلك بيها اسناني اتقطمت عشان صلب. ايوه. الريال الزماني اسناني كان وجعني، بدوس عليه لقيته انحنى. بدات معايا بقى انط من الخامس واشد بالعربيه وبالاثنين كده. تنط من الخامس وبنط من العاشر. انا مسافر موسوعه الجمس، لولا المشوار ده. ما فيش اي حاجه بتحصل لولا المشوار ده ان شاء الله. انا كنت مسافر موسوعه الجمس للدول الافريقيه ورايح المانيا. ايوه، هعمل عرض، يمكن تجاريه الموسوعه اللي انا وريتها لك. اكيد. ترويج السياحه المصريه في المانيا، وبعد كده على موسوعه جيمس. هنط من العاشر بواير، اجي على سوست، تجيبني السوست في مكعب ميه في خامس دور، والتاني رقم الحساب التاني في الموسوعه، اصل مش اي حد يخش الموسوعه. ايوه اكيد طبعا. والرقم التاني في الموسوعه ان انا هبني حيطه كده واقف في النص، وعربيه ب 90 كيلو هتيجي تفوت فيا. قال لو رجعت مكسر من هناك بجبر. انت عديت بقى. وسمعت ان انت برضو سافرت ال 11 دوله. رحت 11 دوله عربية. اللهم صل على النبي. رحت السعوديه ورحت الامارات. أيوة. ورحت دبي ورحت سلطنه عمان ورحت بيروت ورحت الاستاذ سني خليفه ورحت مره ثانيه الاستاذ ريم الكراكي في الشارع الحمراء في لبنان. لفيت ورحت ليبيا. لفيت في 96 رحت عند السلطان قابوس. عملت عرض زي كده. احساسك ايه بقى وانت بتطلب في كل دوله عشان بيبعتوا لك يعني مخصوص؟ احساس ان انا مبسوط، انا مصري. اكيد طبعا انا مصري. وبوريهم ان مصر لديها ناس قادره على فعل اي شيء. زي ما حكايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احنا انا قلتها قبل كده، ندعم الراجل ده وندعم شرطتنا وندعم جيشنا. ليه؟ عشان احنا مصريين ونبقى ملتفتين حواليه. وده طبعاً. الصح اللي هو يتعمل طبعا، لان احنا مصريين. هتقولي طب ممكن السؤال وجيه نقول مثلا ايه، طب البلد هتستفاد ايه بالخوارق؟ صحيح، ممكن. صح. البلد هتستفاد بالخوارق، ولو ان فيها ناس مش خوارق خالص، وفيها ناس ابطال عني.
يعني فيها ناس افرس مني، يعني فيها ناس وابطال عني، مش ابو جديد بس. ايوه يعني انا الحمد لله شغل اللي يثبت وعمل اللي يثبت وهتشوفي دلوقتي. أيوه. بس من تواضع لله رفع. انا بقول في افرس مني. طب ممكن وأقوى مني. تورينا وانت بتتكلم؟ على عيني. عايزه تشوفي ايه انت؟ ايه اللحوم دي والحاجات دي؟ دي هنكسرها وهناكل منها وهشرب السم بتاعها الزئبق. هتشرب الزئبق اللي هو السم ده؟ سم بيعمل لنا سهال لمده ساعتين بس. انت متاكد؟ انت مش حاسس باي حاجه؟ هتشوف يا استاذ. ده على مسؤوليتك الخاصه. على مسؤوليتي. بيقولوا عليا شمشون العرب. نشوف صح ولا كده؟ طب انت بتاكله كده طبيعي؟ مش بتضر معدتك اي حاجه؟ طب هو انت عندك اسنان ولا؟ لا ما عنديش. مش موجوده اساسا. طب خلي الكاميرا تشوفها. انتوا متخيلين يا جماعه ما عندوش اسنان وبياكل بالشكل ده؟ مفيش. بنوه تاني يا جماعه، ما فيش اي اطفال تقلدوا ولا اي حد. اي حد، اي طفل، اي حد ما يجلدش. لان كده غلط. لانها قدرة. ومش اي حد لا ياكل ولا يشرب. أيوة. ده ولا يعمل اي حاجه من اللي انا بعمله. اكيد طبعا. هنبلع. ابلع. شعورك ايه بقى وانت واكل ازاز ده؟ بيخشل المعده، عشان انا كده كده لما جيت هنا ما كنتش فاطر كويس، فانا كده بخشل المعده عشان لما افطر واخش على الاكل ده. انا لسه افطاري، هفطر معاك اهو، هتشوف انا هفطر ايه. هو حضرتك يعني ازاي يعني؟ ده ازاز بجد على فكره. اكيد اكيد. طب وحضرتك يعني مش حاسس باي حاجه؟ لا 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 الحمد لله لا. طب ما حاولتش تكشف قبل كده على معدتك؟ لا كشفت. وطلع ايه؟ كان معايا دكتور انا عايش في امريكا اسمه الدكتور عبد الحميد. كشف على اسناني، كان لدي اسناني دي والدروس دي مشعبة كده. الضرس لما بتخلع عندي يا استاذة بتخلع على ثلاث مرات اربع مرات بيتكسر. كمان الدكتور صالح الامير مدير مستشفى الحميات الصدر، مستشفى الصدر. ايوه. كشف برضو وعمل بتاع. سبحان الله، بيقول لك يعني حاجات مخلوقة من عند الله سبحانه وتعالى. انا بكسر يا استاذة، بكسر الجزاز في الارض وانام عليه، واحط 180 كيلو حجاره اللي هي بتاعت الاسفلت، واحطها كده واتنين بيكسروا بمرزبه. انا قلت عليها بس هنا قال لك. أيوة. مش هينفع. ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه نصور معاك بره احلى واحلى واحلى باذن الله. تمام. وايه حكايه اللحوم دي بقى؟ حكايه اللحوم دي انا اللهم صل على النبي الله اكبر، ناكل اي حاجه. اي حاجه. طب اختار عندك. نختار. ده ايه؟ يعني ده فردة مخاصي. الكاميرا كده. ده فردة مخاصي. معايا؟ تمام. دي فردة مخاصي دي. تمام. دي زفرة. ما بيتاكلش نية. طبعا. بس احنا هناكلها نية. طب هتاكلها ازاي؟ لما اكل جزاز. لسه في بقايا ازاز تاني. الصلاة على النبي. مش ممكن بجد. انتوا شايفين دي قدرات اكيد غير طبيعية. حاجة كويسة برضه. الله اكبر يعني.
انت حاسس الطعم ليه مقاس بتاع عادي الطعم ايه؟ لا الطعم ده خليه على الله. الطعم ده خليه على الله. اكل مكان. لا انا مش مصدقها بجد. طب هي الحاجات دي ما تأثرتش منها بطنك معدتك اي حاجه؟ لا 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 ولا حاجه. بالصلاه على النبي. انت بتاكل لحوم نيه، انت عارف الخطوره فيها ايه؟ الايه؟ الخطوره اللي في اللحوم النيه ما بتأثرش. لا 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 مفيش خطوره ولا حاجه، انا عند ربنا. ما شاء الله مفيش حاجه ما شاء الله. بيقول عليها شمشون العرب. تشرب حاجه ساقعه بقى؟ لا 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 بشرب ميه. لو عشت حاجه بالجزاز. بالازاز بقى. طب قول لنا بقى انت يعني بتاكل ازاي الحاجات دي؟ او يعني في فراخ برضو، في كبده، في كل حاجه، في كل حاجه. كبده نيه المفروض في نبرينا كده. هتاكل الفراخ ازاي؟ على عيني الفراخ. لا سهل، على عيني يا استاذ. دي الفراخ بالصلاه على النبي. اهي تمام. لا مش ممكن. اهي ماشي. ده من غير اسنان. ولا تشد منك ولا اي حاجه يا استاذه. نعمه من عند ربنا دي. بس نيه. مش مصدقه اللي انا شايفاه. والله نعم من عند ربنا. ايه؟ ناكل تاني. طب يعني الطعم الاحساس ايه طيب؟ عشان احس الطعم ايه؟ طعمها ايه؟ طعمها بالصلاه على النبي شيش طاووق. شيش طاووق؟ لا لا شيش طاووق. بس شيش طاووق معدل. ني اكل زي كده بتاكل طيب. لا والله انا مش مصدقه بجد. طب في سمك برضو هنا ولا تبدا بالكبده؟ في كل حاجه واحده واحده. طيب انت عايزاني كل ما طب بص، الاسماك انت المفروض هتاكلها بالقشر بتاعها ولا بتاكلها ازاي؟ هاكل قدامك كله، هاكله بقشره وبمصارين وبعبل. طب القشر ده مش هيتعبك؟ الاستاذه الصغيره رئيس التحرير جايب لي ليمونه جاي. طب برضه بالسمك ونيه تاكل ليمونه. يغير الطعم شويه. طب بلع. طيب لا انا اكل من غير ليمون. طب الحاجات النيه دي انت تاكلها او تجرب ان انت تاكلها يعني؟ يعني او تفكر ان انت عادي هتاكلها يعني؟ عادي خالص. يعني انت قلت هجرب في يوم وكلت كده. ناخد حته الجزازه نحرش بيها المعده. لا حرش براحتك. انا بجد مش مصدقه. هو ده النهارده عشاء؟ ده فطاري مش عشايا. فطارك؟ فطاري. امال انا جيت إيه؟ يا دوب كلت اي حاجه وانت بعت لي العربيه. جيت قلت اكمل الفطار مع حضرتك ولا ايه؟ اكيد طبعا. عايزني اكل؟ بلاش. لا اكل براحتك خالص. ده السمك. ايوه معانا رئيس التحرير بتاع الصحة والجمال مهتم بينا طبعا. فراح جايب لي جلمونة للأستاذة ثريا على أساس جال أعصرها هنا. طب أعصر إيه؟ أعصر إيه؟ أعصر إيه؟ طب طب السمك ليه قشر تاكله إزاي؟ لا إيه ده؟ إيه ده؟ استنى لحظة، يعني انت ما حاولتش تكشف خالص؟ يعني عادي الاكل ده بيمشي طبيعي.
يا جماعة ما حدش قلت حاجة يعني، دي قدرة من عند ربنا. ايه ايه ناكل راسها؟ انا اكل. هو حضرتك ايه بقى شعور دكتور؟ شوكة. احكي لي بقى الجو الاسري عامل ازاي لما بتكون بتاكل كده؟ الجو الاسري والصلاة على النبي؟ ده بابا ناكل انا استاذه وكده. بنجيب ني، باكله ني وطايب. ني وطايب. زوجتك بقى بتعمل ايه؟ معايا زوجتي انا برضه اللهم صل على النبي يعني. باكل ني بني وبتخلي الني بطايب. بس انا احب اكل الني اكتر. يعني انت بتستمتع لما بتاكل الاكل ده؟ لان من زمان انا بناكل، دي حاجه من عند ربنا. ولا لو سافرت اي دوله بره بطلب منها اللحوم او اي حاجه. ولا جمبري ولا اي حاجه. ني. طب الاسره لما بتكون تاكل الحاجات النيه دي ما مثلا ما بيتضايقوش ولا حاجه ولا عادي؟ لا 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 لا. واخدين على شمشون طبعا. انت لما يكون جوزك معاكي في البيت او حضرتك. وطبعا ليه حاجات خاصه او ليه رتم خاص. أكيد. فبتبقى انت اللي قريبه منه في البيت او حاجه. فبتاخدي عليه مع طولة المده. بتاخدي عليه. طب ما فيش حد حاول يقلدك من اسرتك؟ ليه انا معايا شديد ابني اللهم صل على النبي. بيعمل كل حاجه. شديد بينط من التالت. زيك بالظبط. ياكل الجزاز زي بالظبط. ياكل لحمه، ياكل سمك، ياكل بتاع، يقف على المصابير. معايا شمشون اللي هو زياد ابني برضه. بياكل الجزاز. يعني زياد يعمل حاجات وحاجات لا. معايا كندا اللهم صل على النبي 3 سنين باين. او 4 كده. ايوه. بتقعد تاكل جزاز. طب هما سنهم قد ايه؟ شديد دلوقتي اللهم صل على النبي عنده بتاع 16 سنه او 15 سنه. وزياد عنده 13. صغيرين. انا جيت بيهم ايام مع عمرو الليث الدكتور عمرو. ايوه. كانوا صغيرين كده. ايوه. وكده. لا ولفوا معايا اولادي تمام وجايين في جرايد ومجلات. ايه؟ اكتشفت ازاي ان هم عندهم برضو الصفات دي؟ ولادي حسيت بيهم. حسيت بيهم. يعني انا لما اقعد معاهم كده اقول لهم. كنا اللي يجي نصور يا جديد يا شمشون احنا هنصور، انا هعمل كذا وكذا وكذا معاك يا بابا. ايوه. وبعد كده احلى حاجه في انا او في ولادي ان انا ما بعملش عرض اشوف هعرف اعمل ولا لا. تلقائي. اللي هو يعني على طول. يعني مثلا العربيه تعدى عليا ساعات انا وعملت مع الاستاذ رمزي سعيد. ايوه. تلقائي على طول. ايوه. نطيت قبل كده مثلا من 5 تلقائي. ونطيت من التالت على 6 متر امر تلقائي. دي مغامرات بقى. يعني مش حكايتك يعني زي ما تقولي. الحمد لله فجوايا احساس بيني وبين ربنا عمر، فجوايا احساس اني اقعد كده هقدر اعمل حاجه دي خلاص. هقدر اعمل حاجه دي. طب قول لنا بقى بامانه كده، ما خفتش على اولادك خالص ان هم يجربوا الحاجات دي او ان هم يدخلوا في الموضوع ده؟ لا 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 لا، اخاف عليهم ليه؟ حضرتك دي جنات وانا بس فيها مخاطره برضو يعني. لا وانا ابوهم. ايوه ايوه. انا ابوهم. ان هم اكتسبوا الصفات دي منك بقى. دلوقتي صلى على النبي لعيب الكوره او الممثل او 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 ولده مش بيطلع زيه؟ اكيد. صح كده؟ وانا ولده بيطلع. بس دي مهنه او موهبه. دي قدره. قدره من عند ربنا. ما هو دي برضه كده. الله اكبر. الله ان شاء الله. ايه بقى الحاجات كمان اللي بتعملها يا حاجه هدر؟ لا بنعمل من ناحيه بنعمل كتير. ده كبده؟ دي الكبده. معايا؟ الكبده بتاكل نوعين. نوع زي الجماعه التانيين. ده ايه ده؟ مستمتع انا شايفك وانت بتاكل. بقول لك فطار. انا اغلى حته؟ لا شكرا. حاسه ان انت مستمتع والموضوع أكيد. عادي خالص. عادي. ما احنا بناكل. لا 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 عادي خالص عادي.
علم. طب لما كنت بتعمل عروض بره هم كان شعورهم ايه؟ بيبقوا عاملين ازاي؟ تحس ان هم مش مؤذين ولا عادي؟ بره معروف انا اكتر من مصر. يعني كان رياكشن، يعني رد فعل الناس ايه؟ قابلين اي حاجه. يعني انا وماشي بره هناك كده بتاع شمشون ايه اللي شو جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا يعني؟ انا وبره، انا وفي دبي، انا وفي السعوديه، انا وبتاع، ابص مثلا الاقي في المطار ابو جديد ايه اللي جابك هنا؟ انا وخارج مثلا بره ماشي في الشارع شمشون ايه اللي جابك عندنا هنا؟ فالناس في تقبل وفي كده يعني، وناس كويسه بره خالص يعني. ما في حصلكش اي موقف مؤثر وانت بتعمل عرض يعني او كده وانت بتعمل عرض بره؟ اي موقف مؤثر او اي حاجه اثرت فيك يعني؟ كنت بتعمل عرض وخلاص وما فيش حد هاجمك او اي حاجه قال لك يعني مثلا اتضايق من العرض ده؟ لا بالعكس، على فكره بيحبوا يتفرجوا. سبحان الله. يعني في فئه كبيره انا اعرف ان هم بيحبوا يتفرجوا بره غير هنا. يعني انا هنا مثلا قلت مثلا اقلع عريان مثلا ونط، او اقلع عريان واعمل حاجه، هنا يقولوا لا، بره يقولوا وين ما بيريحك اعمل. الناس برضو في ناس بتخاف وفي ناس متفتحه. يعني انا اقول لهم مثلا يا استاذ انا هعلى، تقول لي اقلع ما بدك اعمل. ايوه. في الشارع بره انا وماشي برضو في الدول العربيه اللي بره. ايوه. يقول لك شمشون اعمل لنا حاجه، يعني اعمل لنا اي لقطه اي عرض. بنعملها في الشارع، بيبقى كده علي في الشارع بره. انا اتفاجأت ان في مصر مفيش اهتمام زي بره بالنسبه لل ممكن، ولو اني بالعكس في حاجه اقولها لك عليها يعني. بالنسبه لي انا عن نفسي انا الله اكبر دول 50 سنه. بس لو عازنا الرئيس السيسي في أي اتجاه، في أي حروبات، في أي وقفة، إحنا معاه. أكيد طبعًا. إحنا معاه. مفيش كبير ولا صغير، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي. أنا جاهز لو في أي حتة نروح. أكيد طبعًا. لأن بلدي. أكيد. وبعد كده يعني معايا أنا المرحوم أبويا متوفي، وأنا عندي 8 سنين. معايا الحاجة أمي دي ربنا يخليها لي ويديها طولة العمر وكل سنة وهي طيبة هي وإخواتي. سمعت إنك وأهلي. بتموت فيها يعني. أمي حبيبتي بعشقها. أمي أنا ببص رجليها. وببص تراب رجليها. ما قالتلكش، ما هاجمتكش مرة على الموضوع كتير ده؟ كتير. ده لسه أنا قبل ما أجي. قبل ما أجي مكلماني من الصعيد. يا ولدي خلي بالك من نفسك عشان الدنيا وكورونا واللي واللي وبتاع. قلت لها خليها على الله ياما، عشان القناه ناس حبايبي وناس يعزوا عليا. فنعملها كده يعني وبتاع. وبعد كده برضو تحيه خاصه للكابتن محمد فرعون بتاع امبابه. اللي انا عامل الحلقه عشانه بصراحه، اخويا وحبيبي، وعشان خاطر الاستاذه سوريا، وعشان خاطر حضرتك. وعشان أسرة البرنامج برضو كلها بالكامل. نورتنا والله. قناة الصحة والجمال. وأنا رقبتي، وده إهداء مني أنا شمشون العرب لقناة الصحة والجمال. ربنا يخليك نورتنا والله. يعني طب ورينا بقى هتعمل إيه؟ عايز إيه تاني؟ أنا شايفة في إبرة هنا. مغرز. هتعمل بيها إيه بقى؟ ده مغرز ده. يا لهوي. بص ده كده. أشوف كده. شوفي. ده بقى المفروض هتعمل بيه ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. دي ابره. ده شغلانه ده، هنعمل بيه ده دلوقتي ده. خش بس التكرفون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب ورينا المشاهدين. هايل بجد. هايل. أنا خايفة بس هايل بصراحة. مفيش دم ولا أي حاجة. مفيش الحمد دم. لله. الحمد لله. لا أنا مش مستوعبة. ليه؟ ممكن الكاميرا تيجي على المكان. ليه؟ مفيش دم خالص. شادي. اها.
مفيش أي نقطة دم خرجت الحمد لله بجد. شوية بقى هايل على طول كله 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 دب 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 مفيش شتومة. ما أنت بتمتلك قدرات قوية جدا. ها؟ ارتاح براحتك طبعا نشرب مية. لا مفيش شتومة خالص كله دب دب دب. لا بجد قدرات قوية جدا يعني الحمد لله دي فضل وعدل من عند ربنا سبحان الله وتعالى. واولادك برضو بيعرفوا يعملوا الحاجات دي واولادي برضو كذلك كده وكله الحمد لله. الجو حر هنا حر التكييف شغال على الاخر. لا والله في تكييف. انت اللي عملته ده اصلا يخلي الجو يحرر اصلا. انا مش مصدقه بجد يا جماعه. يعني اول مره يعني اشوف حاجه. أول مرة انا تشوف انا 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 اول مره اشوف. بس شفت فيديوهات لحضرتك تانية يعني بس برضو ما حدش يقلد خالص 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 يعني. لا اتمنى ان التجليد لا التجليد يتعب ويتعب اي حد. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يا استاذ. طب اسالي بقى عايزه تسالي ايه وانا اجاوبك يا ابويا. طب احكي لي بقى جيرانك واهل منطقتك. لا معايا اهل منطقتي انا اللهم صل على النبي الله اكبر. بيشجعوك بقى؟ واولا انا يعني الحمد لله محبوب من حب رب حب في خلقه. وبرده دعوات امي معايا الحمد لله ربنا يخليها لك. وبرده انا دايما بقول لو انا هاجي على حد غلبان او هاجي على حد ما عملليش حاجه حزب الله ونعم الوكيل فيا. لو هاجي على حد ما عملليش حاجه او هاجي على حد غلبان لكن اللي يعمل لي حاجه او يجي عليا بفرم. أيوة. يبقى كده يسامحني ربنا. ولا انا غلط. بتستخدم قدرتك في ده في انك تدافع عن نفسك؟ ايه؟ يعني بتستخدم القدره دي في انك تدافع عن نفسك في اي حاجه؟ ادافع عن نفسي وادافع على كل حاجه وبعد ساعات والله. طب ما تحكي لنا موقف من المواقف دي. حد مثلا حاول يهاجمك او حاجه؟ اقول لك انا في موقف من المواقف كان الكلام ده في 96 تمام. فكنت رايح مدينه السلام كان البتاع ده الاجره بجنيه وشلن. ركبت عربيه اللي هي الميكروباص من رمسيس. ايوه. ورايحين بيها مدينه السلام. كان الكلام ده في 96. فالمهم ركبت جوه رحت جت ركوبي انا ورا السواق على طول. ورا السواق. ف دخلت العربيه لاجم شجره ما بين ست والسواق وواحد جنب الست راكبين قدام يعني. فلاقي العربيه كلها هس هس وساكته ومحدش بيتكلم نهائي ولا اي حاجه. فطبعا انا عملت جونس بونط فيها واتكلمت. انا ما اعرفش اللي هيحصل. السواق زنجيري. يعني ايه؟ عارفه ايه يعني زنجيري؟ نسمه يعني من السود. الجماعه اوكي تمام. جماعه السود الزنجيريه. فكله قلت ما خلاص يا اسطى يعني واحده ست وعادي. راح ضرب الفرامل دي راح جايبني على بوزنا كلنا كده في العربيه. قال لي يعني انت اللي راجل في العربيه كلها وبيتكلم. قلت له يا عم انا اسف حقك عليا. ما هو إيه؟ بس انا واثق هعمل ايه بس مش عايز مشاكل. قال لي ما اسمعش صوتك يا قلت له حاضر. انت عمال بقى تصبر نفسك. وانا بصبر نفسي بس انا عايز اعمل حاجه عشان العربيه كلها تاخد لبالها مين اللي في العربيه. ما هو برضه انا اتكسفت واتحرشت قدام. أيوة الناس. ايوه حرجك قدام الناس. قلت له يا اسطى انت اخويا يابا وما يهمكش حاجه. المهم انا كنت مديله جنيه وربع. راح مرجع لي هو بيرجع الحساب راح مرجع لي باريستين. برايز. ايوه الالمونيوم مع الغل بقى. رحت ماسك البريزه ورحت تنتها له ورحت مديها له تنتها له على ناحيتين اسناني. وخد يا اسطى. راح بص لي كده اتصدم بقى. قال لي منين؟ قلت له الصعيد.
الواد اللي راكب شاب راكب ما بينه وبين الست اللي بيتخانق، قال له ممكن تنزل لو سمحت وتجيب لي قدام جنبي. كنت ايام انا بلبس مناطيل، مناطيل وقمصان وجنز وبتاع وكده يعني. نزلت ركبت قدام. انت منين؟ قلت له انا من جنوم وخلام من سوهاج وكده، وطلع هو برضه من اسوان. ايوه. المهم قلت له عرفت ان انا نقدر نعمل معاك ايه؟ وصارت صحوبيه لحد بعديها لحد سنتين ثلاثه كنا نتكلم مع بعض، كان اسمه بركه. ايوه. وصارت صحوبيه وبتاع وغيره وغيره طبعا. كل برضه في المترو. كنت في المترو الانفاق، كان في 2003. تمام. فكنت راكب وكانوا في جماعه بيغلسوا على الشباك بتاع المترو. ايوه. في طابور. ايوه. فاتاري في حراميه من اللي بتسرق. فاهم. فالمهم غلص على شاب، فانا شايف فيه اتنين وانا واقف طابور، انا من عادتي بحب امشي اصول. ايوه. فلاقيهم بيغلسوا عليه ومسكوا فيه. المهم رحت خالع انا طالع من الطابور، رحت ماسك واحد من هنا كده من الطابور. ايوه. يا دوب شديته كده يا استاذه ورميته كده، جاء الجزاز بتاع المترو. الواد حس بالدفع. خايف مش اللي انا بعمل عشانه فكرني انا بقى انا معاهم وعايز كذا، عايز يعني اعمل ان انت معاهم يعني ان انا معاهم. لما لقيهم مشوا وخدوا بعضهم ومشوا وجاوا اتعرف عليا. بعديها راح ساعتها مش عارف جاب لي هديه وجاني برضو، عرف المكان وجاب لي هديه وجاني كده وبتاع، وقال لي انا افكرك معاهم. هو ما لا انا اعرفه ولا هو يعرفك. كتير يا استاذ. كتير. يعني انت ما بتستخدمش قدرتك في حاجه وحشه يعني، الا بس ما بتدافع عن نفسك. حد الله. الا لو حد جاء عليا. اللي يعمله ربنا يكون. يا عالم. طبعا انت مش هتستنظر لحد ما حد يجي عليك. لكن زي ما انا ما بقول حزب الله ونعم الوكيل فيا، لو هاجي على حد غلبان، هاجي على حد ما عملليش حاجه. زي ما برضو ما حدش يجي عليا، ولا عايز حد يجي عليا ولا يجي على حد. طب هو اللي بيبقى عنده يا حاج حيدر قدرات زي كده بيكون محمي مثلا من امراض زي فيروس مثلا كورونا او فيروس عادي او اول بنت. واحد اموت انا من كورونا. سالوني السؤال. لا والله ازاي بقى؟ اقول لك، سالوني السؤال ده اتصلوا بيا بصدى البلد. الكلام ده من فتره كده وانا سايق العربيه وماشي، فالمهم لقيت صدى البلد بتكلمني، الموقع بتاع صدى البلد اللي هو ايوه عارفه النت. استاذ الحاج شمشون. طبعا بالنسبه لحضرتك انت عندك مناعه وراجل قوي وراجل وكذا وكذا وكذا. فعامل ايه في كورونا؟ قلت لهم اول واحد اموت. اول واحد ليه؟ كورونا يا ست الكل لا بتعجب، وقول نفس الكلام اللي قلته بصدى البلد. لا بتخلي وزير ولا رئيس ولا زيد ولا عبيد ولا فقير ولا غني، ما بتاخدش بالاسامي. انت برضه المفروض عندك قدرات. المفروض يعني. انا عندي قدرات خاصه وقوه خارقه. بس دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طب انا من ساعه ما رئيس الوزراء والرئيس بيتكلم وانتبه للبيت، انا ملتزم بالبيت. ماشي بتعليمات البلد. اكيد. ما لكن برضه ليه ماشي بتعليمات البلد؟ ما بقولش ان انا كورونا مش هتعمل لي حاجه واللي لا يا استاذه، لا 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 تختلف بجد. انت مثل كويس. لا يا خيا تختلف. وبعد كده البيت الحمد لله انا من بيتي ما بطلعش غير للضروره، ولو ما فيش ضروره ما بطلعش. أيوه. يعني هو مثلا ده زي التصوير. شوف انتوا ليكوا قد ايه يوم حتى لو جالك عروض في الشارع بره. لو جالك، طب ما المفروض التصوير ده انا نعمله بمشيئه الله. لو على بره كنت هنط من التاسع ومربوط بواير هنا في الشارع من التاسع. على عربيه 16 متر رمله. ده بعد كورونا بقى ان شاء الله. ده بقى يعني. لكن وهعمل كنت حاجات كتير. لكن ما ينفعش اصور بيها في الشارع والزحمه والانزحام. أيوة. والناس تلم. يبقى منين ابو جديد بيوصي على كورونا وبيقول للناس ارجوك خليك في البيت عشان تحافظ على اسرتك وبلدك وناسك؟ ومنين ان انا بعمل غير الناس؟ ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش. وبعد كده كل اللي انا عملته ده معاك على فكره، انا اسف. دي حاجات بالنسبه لك خفيفه كده. والله انا كان نفسي ان انا
يعني في حجاره وفي دب مرزبات هنا. المرزبه دي 20 كيلو في اللي بيضرب بيها كده يعني الحمد لله. طب انت كده اكلت كل حاجه قدامك صح؟ تمام. انا مش عايز تعمل حاجه. عندنا هنا المسامير دي هنطلع بيها. المسامير دي المفروض يا استاذه ايوه دي مسامير حقيقيه. هات ال وريها لنا كده. هات البالونه كده. هات يا هات البالونه. بص حضرتك تمام زي كده مثلا. خليها دي مسامير حقيقيه 100%. أيوة بقى شايفين يا جماعة؟ ماشي؟ ماشي. هتعمل بيها ايه بقى؟ زي دي مثلا. طب في ازاز في الارض عورتنا المسامير. هو يا جماعة دي كان المفروض هيطلع المسامير دي. انا هطلع عليها برجلي لان انا قلت اجلع وانام وحد يطلع عليا. ما هو المرة قال لك مش هينفع تقلع. فعشان برضو ما ينفعش اقلع فانا هوريها ايه هي وبرجلي. برجلك بقى. بس عايز حد معايا مع حسين. عايز حد يجيني. ممكن حد عشان يجي عشان يسند معايا انا وطالع. يمسك معايا ثواني. لحظة. خش كده. بص يا جماعة. انت كده ماشي عليها. انت انا مش عارفة اقول ايه بصراحة بس هوريها لك كمان. وري رجلك كده. هوري رجلك. قربيها كده هتلاقي يعني كده ما تقصرش. مخرم اهي. بس مفيش دم. لا الحمد لله. الحمد. شفتيها؟ مخرمه. حاجه غريبه جدا جدا. نطلع تاني؟ جدا يعني. نطلع تاني؟ انتوا متخيلين المسامير دي كلها وان يقف عليها حاجه فعلا غريبه. تعالى يا ابني تاني؟ تاني مش مشكلة عشان حتى اللي ما شافش ايه يشوف. بس يا حبيبي لا بجد مش معقول والله. يعني اي حد طبيعي لو فكر يعمل كده. لا لا ان شاء الله ان شاء الله والله. على فكره انا كنت ممكن نقعد وانام عليها. انا عارفه وممكن وهجيب اتنين يطلعوا عليا. بس صوت البرنامج قالت ايه ما ينفعش وبتاع عشان الناس واللي واللي كده يعني. خد يا حسين. ايوه حسين خد يابا. اسال يا استاذ. انت ما تعورتش قبل كده لما جربت تنام على ظهرك على المسامير؟ لا. انا كنت هنام دلوقتي. بس انتم ما ردتوش. لا انا قلت اجلع وانام واطلع اثنين على صدري. احنا خايفين عليك من لا ما هيش حكايه خوف. طب ما انا قلت يا جدعان نمضي لكم اقرار ان ما فيش حاجه. بس لا نعم. طب انت تستمتع يا حاج حيدر وانت بتعمل الحاجات دي؟ يعني يعني بحسك عادي بتعملها وانت مبسوط كده. مبسوط؟ يعني هل انت بتحب يعني تعمل يعني كل واحد بيحب يعمل الحاجه اللي هو بيحبها يعني يوري الناس الحاجه اللي هو بيحب يعملها الشو أكيد او أكيد العرض؟ اكيد اكيد. انا قلت لك لحضرتك انا بالنسبه للحاجه دي انا بعمل الحاجه دي معاكم. انا كان نفسي اعمل افرس اجمد من كده. في اجمد من كده.
ايوه انا وفي كله في اجمد من كده وفي افرس من كده وفي اخطر من كده. زي ايه مثلا؟ ايه اخطر حاجه ممكن تكون عملتها؟ زي مثلا العقرب حي بالسم بتاعه بسمه بذنبه بكله. زي مثلا التعبان التعبان حي انا بناكله وتعبانين اتنين بالسم بتاعه بالسم. حاجات كتير حاجات كتير. طب العقرب بتاكله ازاي هو حي كده يعني؟ كلته قبل كده فمصور انا احنا قدامنا اهو الشاشه اهو شايفين يا جماعه ده بطنه نصه معايا والنص التاني بروح بلع دي بتبقى واكله دود بدينه. بس هو المفروض ان هو بمجرد ما الواحد بيمسكه لو لدع وبيموته خلاص بيموت. انا بخليه يلسعني هنا مصور انا برضو ما رضيتش انتوا بحاجه زي كده. العقرب ذنبه بيلسعني هنا بروح واخده من هنا وباكل اكل نصه ونص ارميه في بقي. لا باكل يعني السموم دي كلها ملهاش اي تاثير؟ لا الحمد لله. انا في السموم ان كان التعبان ان كان العقرب ان كان الزئبق اللي من ده يعمل لي استاذ التعبان برضو يعمل لي سهل لمده ساعتين. التعبان برضو نفس ودي الفكره ودي برضو انا في المطريه كنت في الشارع دي الحجاره شوفي كده حجاره قد ايه ده الوزن ده كله عليه ده كله علي ثواني بس وهيحطه تاني كمان دي كانت عند عز صديق ليا احمد كمالي وحسن كمالي. شايفه الناس مبسوطه كمان متجمعه في المطريه دي بشارع الترول الدنيا كلها بصراحه عارفه الكلام ده امتى الفجر الفجر ده مش يعني مش بالنهار وبالليل كمان لسه الفجر كانت ناس كتير كتير. ايوه لا عملت كتير اهو شايفه الدب شايفه الدب المرزبات شايفه اهو كله بيدب استنى هتشوف اهو. انا قلت اعمل هنا ده انا كنت هجيب ثلاث حجاره كده لا دي نعملها بره بقى 90 180 180 270 كيلو حجاره كانت حاطه على اهو شايفه شايفه شايفه. طب انت كشفت على جسمك كله كل حاجه تمام لا تمام قلب ورئه وكل لا تمام تمام تمام. ازاي ناس تانية تقول لك خلاص انا فيا مش عارف ايه مجوز وفيا مش عارف ايه بتاع لا 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 لا, لا, لا. حاجه من عند ربنا حاجه بس معقوله الوزن ده كله لا وزن عادي 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 لا الله اكبر ده ما انت لو شفت كمان انا بعمل حاجات فظيعه 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 يعني انا لما كنت بصور عندك في العجارب دي والتعابين انا سديت المروطيه والعروبه العروبه والمروطيه اتقفلوا تعالب شمشون بياكل تعابين وبياكل عقارب العربيات وقفت المستكلات وقفت التكاتك وقفت الناس وقفت البلكونات اشتغلت كله وبعد كده الحمد لله دايما انا بقول معايا ربنا مين عليا. ايوه طب التعابين برضو بتاكلها بقى حيه ما بشيلش منها حاجه انا شايفاهم بيكسروا الحجاره عليك يعني ولا كانه في شايفه لا وده احمد كمالي ده اللي في الوش ده اللي هو صاحب الليله بصراحه اخويا وحبيبي وعزيز عليا كمان معايا ابن خالي الحاج احمد رضوان حبيبي حبيبي ربنا يخليه ليا معايا اخويا وحبيبي لم تلده امه حازم ابو اسماعيل مواقف الصعبه برضو معايا ناس كتير معايا كل حبايبي اللي انا ما انساهمش وناسي واهلي وحبايبي وكل واحد لعدم النسيان برضو ما انساهوش معايا الشيخ خليفه حبيبي بوابة الطوابق برضو الشيخ خليفة يعني واقف عليك الوزن ده كله هشام مهران ده وزن كبير يعني وده طب شوف التاني ده شوف التاني ده كمان هيطلع ويقعد وعايز وايه مش هيرضى ينزل انزل مش هيرضى استنى شوفي كده لا 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 بس وزنه زيادة كده لا هيطلع استنى شوفيه بس هيقول له انزل 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 استنى بيحيى ابو الريس اهو ليه مش واقف على ده وزن كبير ده بارد بارد بصراحه بارد قوي بس انت ما كنتش حاسس بحاجه لا 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 عادي 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 اهو لا ده تقول عليه ايه ده يا استاذ مش عارفه تقول ايه عليه عايز تصور بقى طيب لا
طب انا عايزين نشوف بقى الشنيور قبل ما الحلقه تخلص بقى. الشنيور عيني هات لي الشنيور يا ابني. قول لي هتعمل لنا ايه بقى؟ رقبتي ده التعبان ده. بس ده اكيد ما اكلتوش. لا 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 بس التعبان ده اللهم صل على النبي الله اكبر ده بجري بس شمسكه يعني ومش خايف منه. ده يبلع بجره صغيره. يبلع بلع. هات الشنيور ده بيبلع بلع. والشنيور بقى ده هتعمل لنا بيه ايه؟ هات لي قلب الطوب اوريك يا باشا. ماشي. ده بوظ ال بوظ كله. ده خرمهم. ايوه وخرم عنديكم الجزاز كمان اهو. بص يا تعمل بيه ايه بقى؟ عايزه انت اعمل ايه؟ عيني وشي خدي هنا براحة علينا يعني اعمل اللي ريحك. خلينا في الخدود. ايه؟ عيني لا 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 مش مصدق. لا 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 مش مصدقها. تمام تمام خلاص كفاية قوي صدقنا. لا بلاش بقى خلاص تمام بجد برافو والله. خلاص تمام تمام خلاص 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 تمام والله صدقنا خلاص. مش مصدقه والله العظيم ان انا شفته. لا لا انت هايل بجد جدا 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 يعني. ده انا اللي سعيد معاكم هنا وقناه الصحه والجمال قناه جديده ان شاء الله ويجعلنا وشنا احنا حلو عليها. وانتوا لولا ما تستاهلوا او اسره البرنامج كلها تستاهل من القمر من المذيعة لرئيس التحرير لصاحب القناة أنا ما كنتش جيت ودعمت القناة. أنا جاي وتدعيم لكم. أيوة وأنا بشكر والله رئيس التحرير كمان سوريا عفيفي على الحلقة الحلوة دي. لا. وبجد أنت شرفتنا ونورتنا جدا جدا. الله يكرمك. وأبهرتنا. الله يكرمك. وأتمنى إن أنا أبقى معاك تاني بس في الشارع بقى. إن شاء الله يبقى لينا لقاء. عشان تورينا كل حاجة بقى. لينا لقاء عند إن شاء الله نعمل في مزرعة عندنا. عند الحاج أحمد رضوان وعند حازم أبو إسماعيل الشيخ خليفة والحاج حسين شراوي. نجمعك كده واعمل لك في مزرعه عرض ما حصلش. تمام. اللودر يعدي عليا لودر طبعا. مش عربيه. تمام هتبقى حلقه خاصه. لا ان شاء الله تحت امركم يا ابويا. ماشي يا رب بس اللي شفتوه النهارده. اتمنى اقول كلمه للشعب المصري. ارجوك خليك في البيت تحافظ على نفسك وعلى اسرتك وعلى اولادك ونسمع كلام رئيسنا نسمع كلام رئيس الوزراء بتاعنا. تمام. وخلينا نحتوي ورا الجيش ورا الشرطة ورا القضاء. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شمشون العرب حيدر أبو جديد. والله شكرا ليك واحنا بنضم صوتنا ليك وبجد شرفتنا وانت مثل يفتخر بيه والله. وبتمنى ان المشاهدين ان هم يكون الحلقة عجبتهم وما يحاولوش يقلدوا اي حاجة خالص. نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية في حلقة مثيرة ومدهشة ان شاء الله. السلام عليكم.